مرحبا بيكم من جديد. دلوقتي هنقرا معاكم ابرز عناوين الصحف المصريه الصادره صباح اليوم، بتاكيد المشروعات الكبرى اللي افتتحها السيد الرئيس بالامس هي العنوان الرئيسي في كل الصحف المصريه الصادره صباح اليوم. هنبدا معاكم بتلك المشروعات وبجريده الجمهوريه الصفحه الاولى: السيسي يفتتح مشروعات كبرى بارض الفيروز ويعلن المشروعات القوميه مصرية مدنية 100%، دور القوات المسلحة إشرافي ومهامها كثيرة جدا على الحدود، 800 مليار جنيه تكلفة محور قناة السويس. برضو هناك عدد من العناوين اللي بتتكلم فيها السيد الرئيس خلال افتتاح هذه المشاريع: السلام والاستقرار والتعمير من حقوق الإنسان. وننتقل لجريدة الأخبار، وفي الصفحة الثالثة: مدبولي تسعير 10,000 وحدة سكنية لموظفي العاصمة الإدارية قريبا، مقر في 14 دولة إفريقية لعلاج مواطنيها، وبدأ حملة سرطان الثدي أول يوليو. ومجموعة كبيرة من الأخبار في متن سياق الخبر نفسه، حيث أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في طرح الوحدات التي تم الاتفاق عليها للموظفين اللي هيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة اللي هيتم تنفيذها بمدينة بدر. جاء هذا الحوار خلال لقاء رئيس الوزراء ودكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات ومنها الوحدات الجديدة للموظفين وتطوير منطقتي المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، وأيضا تصور خاص لتطوير منطقة ميدان السيدة عائشة ودراسة توفير عربات مترو أنفاق مكيفة خاصة بالسائحين فقط. يعني عدد كبير من الخطط بتنتهجه الدولة في الوقت الحالي لعملية التطوير والعناية في المرحلة اللي بنعيشها. تمام، هنطلع لجنان آخر والأهرام. تمام. الأهرام الصفحة الثالثة: الهدوء يسيطر على امتحانات النقل والجامعات، شوقي يعرض سيناريوهات اختبارات أولى ثانوي لتمكين الطلاب من أداء الامتحان ورقيا أو إلكترونيا. في سياق الخبر: مرت امتحانات النقل بالقاهرة والجيزة ومعظم المحافظات أمس بهدوء، ولم تتلقى غرفة العمليات المركزية بالمديريات أي شكاوى من صعوبة الامتحانات. في الجيزة أدى الامتحان أمس امتحانات الصف الثالث الابتدائي البالغ عددهم 162,437 تلميذ وتلميذة الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية. أنا عايز بس أخش نشوف تفاصيل عن الخبر بتاع أولى ثانوي. أولى ثانوي هتبتدي امتحان يوم 19 مايو، بيمتحنوا مواد اللي هي ما بتدخلش داخل المجموع زي التربية الوطنية والدين بالفعل، وانتهوا منها بالأمس. والوزير وضح بشكل أو بآخر هنا إن الامتحان سواء كان على التابلت جهاز لوحي يعني أو ما تمش على الجهاز اللوحي هيتم، وما هو إلا عملية تدريب على نظام الأسئلة الجديد اللي ما بيعتمدش على الحفظ لكنه بيعتمد على اعمال العقل، تشغيل الدماغ بمعنى اصح اكتر. وان القضيه الاساسيه، وده جاء في سياق الخبر، ما هياش فكره انه يستخدم الجهاز او ما يستخدموش، لان ممكن النظام الالي ككل ما يفلحش هذه المره، لكن الاساس هو النظام الخاص بالامتحان نفسه، اليه السؤال جايه ازاي وقدره الطالب انه يجاوبه. في الاطار ده الوزاره طرحت تمازج اسئله. يعني الحته اللي اتحدث عنها فيما يتعلق بالامتحان اما ورقي او الكتروني دي الفقره الخاصة به. عرض وزير التعليم خلال اجتماع السيناريوهات الخاصة بأداء الاختبار للصف الأول الثانوي بما يضمن تمكين كل طالب من أداء الامتحان سواء كان إلكترونيا أو ورقيا، وأكد أن الوزارة عازمة على المضي قدما في تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية التي تصب في مصلحة عملية تطوير التعليم وستعود بالنفع مستقبلا. من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية الخاصة بالصف الأول الثانوي، مشيرا لأنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوزير لمتابعة سير الامتحانات، وقررت الوزارة تشكيل غرفة متابعة داخل كل مديرية برئاسة مدير المديرية وغرفة متابعة بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتيسير التواصل بين الوزارة والمديرية. سواء أنا عايز أعرف هم حسموا الموضوع، يعني هيأدوه إلكتروني ولا لا؟ هم هيأدوه إلكتروني
يعني هيبتدوا الكتروني، نجحت التجربه نجحت، لم تنجح فاعتقد ان كده البديل الورق هيكون واضح. هيوزعوا الورق ساعتها يعني؟ ما بصراحه هو يعني يبدو كده. ده اللي احنا عايزين. هو للوزاره عملته لغايه دلوقتي انها وزعت نماذج امتحانات اطحتها على الانترنت عشان الطالب يتعود على شكل الامتحان. انا عشان عندي اولى ثانوي. ما شاء الله. عشان كده مذاكره كويس. انا مذاكره كويس قوي. انا اللي مذاكره تقريبا. ونروح لمصر اليوم. اوكي. طبعا ده استمرار للعدوان على غزه، اسرائيل تصاعد عدوانها على غزه، استشهاد 12 ومقتل 3 اسرائيليين بصواريخ المقاومه، وطبعا مصر اليوم عرض صوره شديده القسوه لاب بيحمل ابنته الرضيعه المتوفاه اللي استشهدت هي وامها الحامل. بس في حديث بيدور دلوقتي عن التوصل لتهدئه في القطاع برعايه مصريه. هو يعني خبر بتتنقله وكالات الانباء عن الوصول لاتفاق ما لوقف اطلاق النار بوساطه مصريه لانهاء التصعيد. صحيح. هنطلع لجنان اخر وجريده الجمهوريه. جريده الجمهوريه فين يعني؟ موجود. رئيس الصفحة الثالثة في الجمهورية، رئيس البنك الدولي من أسوان، بيتحدث عن إصلاحات مصر في الطاقة تجذب ملياري دولار، دندان نموذج عالمي يعادل 20% من مساحة واشنطن. في سياق الخبر، تفقد ديفيد ملبس رئيس البنك الدولي وصحر نصر وزيرة الاستثمار ومحمد شاكر وزير الكهرباء وغادة والي وزير التضامن الاجتماعي صباح أمس. يرافقهم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان مجمع الطاقة الشمسية في دندان. طبعا هذا النموذج العالمي بيستحق التوقف أمامه، وخلونا نتوقف عند موضوع إصلاحات الطاقة في مصر ده وقدرتها على هذا الجذب الاقتصادي، وبنطرح السؤال على الأستاذ علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا أستاذ علاء. أهلا. صباح صباح النور. هذا التصريح لرئيس البنك الدولي اللي بيقول فيه أن إصلاحات مصر في الطاقة تجذب ملياري دولار، مدى قدرة مصر فعلا على تحقيق هذا المبلغ أو هذا القدر من الجذب الاقتصادي من خلال الإصلاحات في مجال الطاقة والعمل عليها؟ في الحقيقة الإصلاحات من مجال الطاقة وتحديد سعر الكهرباء بتجذب الكثير، وربما أكثر من مليارين دولار، إن مصر تستطيع أن هي تكون منتجة ومصدرة بالنسبة للطاقة، وأن هي تكون همزة وصل زي ما قناة السويس ما بين أفريقيا ما بين أوروبا، وان خاصه ان في مساقط مائيه كثيره في افريقيا ممكن تنتج كهرباء كبيره، وفي نفس الوقت الصحاري المصريه من افضل الصحاري في العالم هي والمغرب بالنسبه لانتاج الطاقه الشمسيه، لان هي عندها فتره سطوع الشمس بتتجاوز 300 يوم، بالتالي ممكن في امكانيه ان يكون في انتاج كهرباء بصوره كبيره. وفي النموذج الماثل امامنا، نموذج النجاح اللي هو محطه بنبات، فأنا أفتدي أن مصر تحتاج أن هي يكون في تفكير خارج الصندوق، زي ما بنصدر سلع إحنا قابلين أن إحنا نصدر خدمات ومن ضمنها الكهرباء، سواء الإنتاج أو سواء أن نكون همزة وسط ما بين سدود أفريقيا المائية ما بين أوروبا. تمام. هو ممكن المشروع ان اصلاحات مصر في التصريحات، خلينا نكمل التصريحات بتاعه المسؤول الدولي، ان اصلاحات مصر في مجال الطاقه فتحت باب اقوى لاستثمارات القطاع الخاص وجذبت استثمارات بملياري دولار في اكبر محطه للطاقه الشمسيه في العالم. دوت مردوده على الاقتصاد المصري يا استاذ علاء بقى؟ مردود كويس جدا جدا، ان في الاخر في الحقيقه ان تحرير سعر الكهرباء رغم ان الكثيرين هيتألموا من هذا الأمر، لكن في الحقيقة ده عشان خاطر تقدر توصل لإنتاج مثالي، عشان تقدر تشجع الناس إن هم ينتجوا كهرباء، وعشان الدولة تقدر تصين المحطات ويكون في إنفاق بالنسبة لعملية التطوير، لأن في الآخر أنت قدمت نموذج جيد إن في تحرير سعر الكهرباء، وفي نفس الوقت الكهرباء متوفرة نتيجة إن الدولة استثمرت ونتيجة إن في دعوة للقطاع الخاص للاستثمار سواء محطات شمسية أو محطات كهرباء حرارية. فده بيعني ان احنا لازم يكون في شجاعه في القرار، وان احنا نقدر بس زياده مصادر الطاقه تقلل من سعر الكهرباء مش تزودها يا فندم. والله لا، انت دلوقتي الكهرباء اصبحت في الحقيقه تكلفتها كتيره من خلال المحطه، من خلال الصيانه لو محطات شمسيه، بس عندنا عندنا انتاج فائض كبير في الانتاج. فائض كبير في الانتاج عشان انت دفعت مبالغ كتير جدا، لان انت كان عندك عجز في الكهرباء، وعجز في الكهرباء يعني ما فيش صناعه تشتغل، يعني ما فيش، لان الاستعمال الاساسي بالنسبه للكهرباء في العالم لسه التكلفه اعلى. لسه التكلفه اعلى يا فندم.
لسه تكلفة إنتاج الكهرباء أعلى من على الرغم من تعدد مصادر الطاقة في مصر دلوقتي. هو احنا لازم نتقبل ان احنا لو عايز خدمة لازم تدفع، وان افضل ان انت حضرتك 70% من الكهرباء في الدول المتقدمة بتكون للتصنيع و30% للاستخدام المنزلي، فانت مهم جدا انك انت توفر كهرباء للصناعة اللي بتشغل مصانع وبتقلل من بطالة. وعشان توفر كهرباء محتاج انك انت في استثمارات اكتر وتتقبل انك انت تدفع اكتر، لكن المهم ان ما يبقاش في انقطاع في الكهرباء. المشروع دوت خد افضل مشروع من البنك الدولي العام 2019، وان هو اكبر مشروع للخلايا الشمسيه على مستوى العالم. قد ايه دوت بيدي ثقه اما يطلع تصريح من مسؤول دولي؟ قد ايه بيدي ثقه ان في ان رجال الاعمال المستثمرين الاجانب اللي هم يجي يستثمروا هم مطمنين في مصر؟ يعني كل اللوجيستي الخاص بالاستثمار كده متوفر ليه؟ بيدي ثقة كبيرة جدا جدا ان انت اوريدي عندك النموذج، واكبر نموذج موجود في العالم عندك، وان ده بيتيح فرصة للعالم كله انك انت تيجي تستثمر في الصحارى المصرية وفي الطاقة الشمسية، وان سوق مصر سوق كبير قابل للاستهلاك وفي نفس الوقت قابل للتصدير. كان مصدرك الكهرباء محلية، انما الان الكهرباء ممكن تتنقل ما بين الدول ما بين القارات. نعم. الاستاذ علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي، اشكرك جزيل الشكر. ونروح لجريدة الاخبار وفي الصفحة الثالثة، عميد السفراء الأفارقة يشيد بجهود سيسي لتعزيز علاقات دول القارة. في الخبر نفسه وجه السفير محمد ليبرينج عميد السفراء الأفارقة بمصر شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقوم به من مجهودات لتعزيز العلاقات البينية بين الدول والدور الذي يلعبه لدعم التنمية في القارة، كما وجه الشكر لجميع الدبلوماسيين والحكومة والشعب المصري لترحيبهم الدائم بأشقائهم الأفارقة بمصر. جاء ذلك خلال احتفال مجموعة السفراء الأفارقة بيوم إفريقيا 56. خلونا نطرح الكثير من التفاصيل حول هذا الخبر مع الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الدولي. صباح الخير يا أستاذ جمال. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وصباح الخير على سادة المشاهدين، وكل عام وأنتم وسادة المشاهدين بألف خير. وأنت بخير والصحة. أستاذ جمال، هذه الإشادة القادمة من عميد السفراء الأفارقة بجهود الرئيس السيسي حتى الآن لتعزيز علاقات دول القارة، هل تطرح بعدا جديدا يتحقق الآن لعلاقة مصر بالقارة الأفريقية في هذه المرحلة؟ يمكن الإشادات الأفريقية بالدور عودة الدور المصري لمساره الطبيعي بالفعل بتتوالى في الفترات السابقة. شفنا حتى ده خلال زيارة الرئيس الماضية لغرب أفريقيا، وشفنا كيف كان هناك استقبال حتى شعبي ورسمي على مستوى عالي جدا على مستوى رفيع. إذن مصر بالفعل عادت لدورها الريادي في الدولة الأفريقية بعد فترة من العلاقات ربما يعني التي كان يشوبها الجمود نوعا ما، وأيضا العزلة التي فرضتها مصر على نفسها تجاه أشقائها الأفارقة، ولكن الآن مصر بتنفتح نحو كافة الدول الأفريقية بكافة الأقاليم الأفريقية. بنشوف جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي شرقا وغربا في كافة الأقطار الأفريقية، بنتكلم على 26 زيارة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة رئاسته التي الماضية 5 سنوات. إذن نتحدث عن رقم كبير جدا لم يحدث في 30 سنة ماضية. إذن نحن نتحدث أيضا عن انفتاح في العلاقات التجارية والاقتصادية، هناك ربط كهربائي بين مصر والسودان، هناك مشروع لإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية بين الثلاثي مصر والسودان وأثيوبيا، هناك مشاريع كثيرة جدا. أيضا مصر وقعت مؤخرا على اتفاق التحرر الجمركي الخاص بالقارة الأفريقية، وتم إعادة إيداع نسخة التوثيق بالاتحاد الأفريقي. ده طبعا غير أن مصر أيضا استطاعت بعد فترة من زي ما قلنا التردي في العلاقات المصرية الأفريقية إلى الوصول إلى مرحلة أنها ترأس الاتحاد الأفريقي. وبالمناسبة فكرة أن الأمر اعتيادي ربما يطرحه البعض، ولكن إذا لم تكن مصر لها دور مؤثر وعودة حقيقية لم يكن تنتخبها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لترأس الاتحاد. صحيح. تمام. تمام. هنطلع خبر آخر، خليك معنا أستاذ جمال قبل الموجز الأنباء نحاول نخلص نقرأ مع حضرتك شوية الأخبار ديت. جريدة الأهرام صفحة 7، تركيا تتحدى العالم وتهدد بمواصلة التنقيب في شرق المتوسط. في ثنايا الخبر سريعا، وصلت تركيا تحديا للتحضيرات العالمية حول نيتها للتنقيب في غرب قبرص. وفي وقت سابق أعربت فيدريكا موجريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي عن قلقها البالغ حيال التحركات التركية، وذكرت في بيان لها أنه في مارس 2018 ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط.
لأي مدى يمكن مثل هذه التهديدات الدولية أن تمارس ضغوط على تركيا وتتراجع عن فعل هذه التصرفات الغير قانونية كما وصفتها المسؤولة الاتحاد الأوروبي؟ يمكن نحن الآن أمام لاعب دولي يشذ عن كافة القوانين والأعراف الدولية، يتحدى في الحقيقة إرادة شعب ورغبة الشعب التركي في العيش في سلام وطمأنينة في محيطه الإقليمي، ويحاول جر الشعب التركي والدولة التركية إلى يعني ما لا يحمد عقباه، لأن أنت بتتكلم على عزلة دولية تفرضها تركيا الآن على نفسها، تركيا التي لديها أعداء الآن مع اليونان، مع قبرص، مع كافة الدول المحيطة بها، أيضا لديها أطماع. يعني احنا بنتكلم على لو نبص تركيا محتلة إيه في المنطقة؟ لواء اسكندرون السوري، قبرص الشمالية، أفرين، وأيضا عينها على إدلب. إذن هذه الدولة التي تستحل أراضي الدول المحيطة بها ليس من يعني الغريب عليها أنها تطلع بمثل هذه التصرفات وهذه التصريحات، ولكن هناك قانون دولي، هناك ردع دولي يجب أن يتصدى لمثل هذه التصرفات التي تشذ عن الأعراف والقوانين الدولية. أيضا إذا تحدثنا عن تحالف شرق المتوسط، هذا التحالف لديه أسانيده القانونية، لديه اتفاقية ترسيم حدود تم إيداعها في الأمم المتحدة، يعمل بشكل قانوني، هناك اتفاق رسمي وضمني وحتى على المستوى الشعبي بين هذه الدول سواء مصر واليونان وقبرص، وأيضا تحالف شرق المتوسط الأخير الذي انعقد، المنتدى الغاز الذي انعقد في القاهرة مؤخرا. إذن هناك اتفاق في الإقليم على التعاون وعلى استثمار مقدرات الشعوب، ولكن فكرة أنك تخرج عن هذه التكتلات وعن هذه الاتفاقيات وعن كافة الأعراف الدولية وتفكر فقط في أطماعك وفي رغباتك، أظن هذا غير مقبول. الاتحاد الأوروبي وقف لتركيا، أيضا البيان الخارجية المصرية أنا أعتقد أنه كان بيان واضح وصريح وصارم أيضا ورادع لكافة الأطماع التركية. أنا أعتقد أن تركيا الآن التي حولت سياسة أحمد داود أغلو من صفر مشاكل إلى كل مشاكل هي في مأزق حقيقي، هي لديها أزمة دبلوماسية خارجية حقيقية، ليس عليها وعلى يعني السلطان الذي يحلم بالدولة العثمانية أن يزود من مشاكله، لأنه لديه الكثير والكثير من المشاكل. استنزف الاقتصاد التركي في حروب ليس لي الشعب التركي يعني بالا بها، وبنجد الآن الاقتصاد التركي أيضا ينهار جراء هذا التدخل العسكري لتركيا في كافة الدول المحيطة بها. سنرى ماذا سيحدث عبر الأيام القادمة. أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الدولي، شكرا لك على المداخلة والتوضيح، ومرة ثانية صباح الخير يا فندم. على رأس ساعة موجز لأهم الأنباء، وبعد إن شاء الله أول وقفة حوارية وتعرض الرحمات الله في شهر رمضان المعظم. الموضوع